لازلنا معكم في هذه المتابعة لما يجري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا. اليونيفيل قبل قليل أعربت عن قلقها من إمكانية توسع الصراع في جنوب لبنان أكثر من أي وقت مضى. ما هي السيناريوهات المطروحة الآن للتصعيد؟ هل نحن أمام ذروة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله؟ اهلا بك استاذ هشام، واهلا بالساده مشاهدي اكسترا نيوز. طبعا يعني الان المنطقه في مفترق طرق بين التصعيد بشكل كبير والاتجاه الى حرب اقليميه شامله، وهذا يتوقف قولا واحدا على الرد الاسرائيلي على عمليه مد الشمس، لان اذا كان الرد الاسرائيلي ردا قويا و يعني ابتهج او استخدم وضرب قلب العاصمه اللبنانيه بيروت فسيكون الرد واضح، وهذا ما صرح به وزير الخارجيه اللبناني انه اذا قامت اسرائيل بتوجيه ضربه قويه وكبيره ستتحول المنطقه الى حرب اقليميه، ولكن اذا كان الرد محدودا وفي اطار قواعد الاشتباك الموضوعة بين حزب الله وإسرائيل أرى أننا من الممكن أن نتغلب على ذلك. وأيضا النقطة الأخرى هو أن يتم اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والضغط على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تقدم على ضرب لبنان، وهذا سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع بشكل كبير، وبالتالي نحن أمام ثلاث احتمالات، لإما الاتجاه إلى حرب إقليمية شاملة أو إما أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة نوعية في الجنوب اللبناني طبقا لقواعد الاشتباك، والنقطة الأخرى هو اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية، وأرى أنه هو الحل الأنبع والأشمل في ظل أن المنطقة الآن أصبحت متوترة وهناك نقط كثيرة من التوترات في المنطقة، لابد أن يتم خفض التصعيد بشكل كبير، وهذا مسؤولية كبيرة، وهذه تقع هذه المسؤولية الكبيرة على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها هي القادرة على أن تلزم إسرائيل بعدم التصعيد باتجاه لبنان. وأي سيناريو ترجح الولايات المتحدة دكتور حامد من السيناريوهات التي ذكرتها؟ يعني بلينكين يتحدث عن أنه لا نريد تصعيدا على الجبهة اللبنانية بعد الهجوم الصاروخي على الجولان. يعني الولايات المتحدة الأمريكية يا أستاذ هشام تتحمل كل المسؤولية عما يحدث في المنطقة. كان من المفترض أن هناك زيارة لواشنطن أو للولايات المتحدة الأمريكية من قبل نتنياهو، والتقى بكل القادة، وحتى التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس الأمريكي الحالي أو من الرئيس المرشح الجمهوري ترامب أو حتى من نائبة الرئيس كامل هاريس كلها اتجهت في اتجاه أنها لابد من وقف الحرب في قطاع غزة، وبالتالي كل القوى الموجودة في الداخل الأمريكي تصرح بأنه لابد أن تقوم إسرائيل بوقف الحرب في قطاع غزة ونزع فتيل الحرب الإقليمية، ولكن ما هي الأدوات التي تم استخدامها للضغط على نتنياهو؟ نتنياهو تحدث أكثر من 52 دقيقة أمام الكونجرس الأمريكي، لم يشير لا من قريب ولا من بعيد لكيفية الوصول إلى تنفيذ المقترح الأمريكي الذي أقره الرئيس بايدن والذي من المفترض أن يتم في خلال ثلاث مراحل، هو لم يشير إلى ذلك، وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه يكسب الوقت ويشتري الوقت لاستمرار الحرب لأطول فترة ممكنة حتى وإن كان ذلك على حساب التصعيد في المنطقة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تستخدم أدواتها وأن تكون هناك إرادة سياسية لازمة إن أرادت وقف هذه الحرب. الآن المنطقة تخرج الحرب من نطاق قطاع غزة ومن نطاق الأراضي الفلسطينية لتشتعل بشكل كبير في الجنوب اللبناني، ومن الممكن أن تكون العاصمة بيروت، وأيضا من الممكن أن تكون بعض الاستهدافات في سوريا وبعض الاستهدافات في العراق بالإضافة إلى جبهة الحوثيين في البحر الأحمر، وأيضا الحوثيين الذين هددوا بأن انتقال العمليات ليس فقط في البحر الأحمر بل سينتقل إلى البحر المتوسط والمحيط الهندي، وبالتالي المنطقة أصبحت على برميل من البارود، وهذا ما حذرت منه الدولة المصرية وحذرت منه القيادة السياسية المصرية منذ بداية هذه الأزمة، وقالت بالحرف الواحد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بهذا الشكل الممنهج سيؤدي إلى حرب إقليمية شاملة، ولا بد من نزع فتيل الأزمة
القيادة السياسية المصرية الرئيس السيسي كان واضحا وحازما ووجه رسائل تحذيرية واضحة إلى كل دول العالم وللدول المسؤولة وصاحبة الشأن التي عليها أن تتحرك وبشكل كبير لخفض التصعيد في المنطقة، إلا أن العالم لم يحرك ساكنا ولم يؤمن بالسردية المصرية. والسردية المصرية الآن والرؤية المصرية الاستباقية الاستشرافية التي كانت القاهرة تتحدث عنها مرارا وتكرارا تتحقق الآن على أرض الواقع، وبالتالي على الرئيس الأمريكي الحالي أن يتحرك بشكل قوي، أن تتحرك كل القوى الدولية والإقليمية لحث إسرائيل على عدم تصعيد الصراع وفتح جبهات أخرى، وهذا ما يسعى إليه نتنياهو بشكل كبير. نعم، إذا تحدثنا عن ردود الفعل الدولية دكتور حامد، حضرتك ذكرت أنه يجب أن تتحرك كل الدول لوقف هذا التصعيد، كيف تقرأ ردود الفعل الدولية الأولية بعد يعني هذا الحادث أو الهجوم على مجدل شمس بالأمس، ويعني الردود الإسرائيلية منذ ذلك الحين وحتى الآن؟ يعني دعنا نتذكر ما قامت به إسرائيل داخل اليمن وما قامت به بقصف ميناء الحديدة واستهداف المدنيين هناك، وهذا ما صعب الأمور في المنطقة. دعنا نؤكد أن هناك تدخلات فرنسية قوية الآن تجرى من قبل الرئيس الفرنسي بالتشاور مع الجانب الإسرائيلي ومع الجانب الأمريكي بشكل واضح لحثهم على عدم التصعيد في المنطقة. الأمور تتصاعد بشكل كبير وكرة اللهب تكبر بشكل أكبر أستاذ هشام، لابد أن يكون هناك رؤية لكيفية إنهاء الصراع في المنطقة، ولكن الآن المنطقة أصبحت على حافة الهوية، المنطقة تتجه إلى المجهول بسبب تعنت إسرائيلي واضح. المجتمع الدولي لابد أن يتحمل مسؤولياته ويقوم بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735 والذي هو في الأساس مشروع أمريكي والذي كان يقضي بوقف شامل إطلاق النار ولم يتم تنفيذه نتيجة تعنت نتنياهو. نتنياهو عندما يكون هناك أي أفق لعملية سياسية يتخذ الكثير من المواقف والتصرفات التي تفضي إلى نسف أي جهود دبلوماسية تجرى وسياسية للحث على إنهاء هذه المعادلة الصعبة التي تتم الآن في المنطقة، بل أنه يطلب شروط تعجيزية ومستحيل تنفيذها. يعني عندما يطلب من تفتيش كل أهالي شمال قطاع غزة للعودة إلى أماكنهم مرة أخرى، إحنا بنتحدث عن قرابة 1,200,000 مواطن من المفترض أن يعودوا إلى الشمال، كيف يمكن أن يتم ذلك؟ هذا يعني شرط تعجيزي. وغيره من الشروط بقاؤه في محور نتسريم، بقاؤه في محور فيلادلفيا، بقاؤه في معبر رفح، غلق المعابر وعدم السماح بإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية، كل هذا أدى إلى حالة من الالتهاب في المنطقة بشكل كبير. وبالتالي على المجتمع الدولي إن أراد أن يكون هناك خفض للتصعيد عليه أن يتحرك باتجاه وضع ضغوط حقيقية وعدم تصدير السلاح لإسرائيل، لأن إسرائيل الآن تعد العدة حتى قبل حادث مجدل شمس بأن يكون هناك تحرك لي باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل، وقامت بحشد ما لا يقل عن 50,000 من قوات الاحتياط لمحاولة أن تقوم بفتح جبهة جديدة إذا تم إغلاق جبهة غزة بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي والجانب الفلسطيني. وبالتالي في كل الأحوال هناك رغبات واضحة وبنك أهداف واضح من قبل حكومة نتنياهو بشكل واضح لفتح جبهات جديدة وتحقيق مكاسب آنية وسياسية ضيقة، وهذا ظهر في الكثير من المواقف في كل مراحل التفاوض. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.